نكمل موضوع الدي سي موتر. تكلمنا في الفيديو اللي قبله عن طرق التحكم بالدي سي موتر. الحين راح نسوي تطبيقات كيف نقدر نوصله بالمايكرو كنترولر، نسوي عليه ابليكيشن. شوف المثال الاول، وش نشوف السيركت. هنا عندي في هذا الابليكيشن المايكرو كنترولر اللي هو البيك 18F4525، وهنا عندي موصل مذبذب قيمة 8 ميجا هرتز. هنا عندي الريسيت بوتن. هنا عندي أول شيء على التوصيل الأول اللي تكلمنا عليه، عندي ترانزستور واحد يتحكم بالمحرك. لو نرجع للبي دي اف، اول شي قلنا بنستخدم هذه الطريقة اللي هي بترانزستور واحد. راح نستخدم الام بي ان ترانزستور. اول ما اوصل يعني احط نظف البيز حق الترانزستور، احط الموجب، راح يوصل التيار المحرك، فراح يدور عندي المحرك، ولكن قلنا انه بيمر باتجاه واحد فقط. فهنا عندي نفس التوصيل، عندي هنا حاط 9 فولت زي ما قلنا ان المحرك يشتغل بجهد عالي. فأنا هنا حطيت 9 فولت، نقدر نحط 12 فولت او 15. حطيت 9 فولت هنا، هنا عندي المحرك، وهنا وصلت دايود ان بارلل بالتوازي مع المحرك. وهنا عندي موصل 1 كيلو اوم ريزيستر مع البيز حق الترانزستور، وهذا موصله بالدي زيرو، يعني نفهم اني راح اتحكم بالترانزستور من خلال القطب الدي زيرو للمايكرو كنترولر. حلو. طبعا هنا عندي اذا كنت بتحكم بالمحرك عبر المايكرو كنترولر، يعني اني احرك الدي سي موتور عبر المايكرو كنترولر. عندي دائرة اللي فوق نفس يعني طبق الاصل نفس اللي تحت، ولكن راح اتحكم بسويتش. طبعا هنا ليش حطيت يعني حطيت الموجب حق المصدر، لان قلنا الان بي ان ترانزستور راح يفعله بالواحد، وانا اول ما اضغط سويتش راح يمر عندي التيار، راح يوصل راح يخلي التيار يكمل من الكوليكتر الى الاميتر، فبيشتغل عندي المحرك كذا. اذا ضغطنا السويتش راح يتحرك عندي المحرك، وهنا راح يتم ارسال هذا النبض من خلال المايكرو كنترولر. وهنا عندي سويتشين، راح نشوف وظيفة السويتشين لما نشغل الدائرة. نيجي اول شيء نجرب التحكم بالسويتشات. هنا عندي اول مضغط لاحظ ان المحرك يدور، اذا شلت يدي من السويتش راح يطلع. اما هنا عندي اول مضغط الدي 1، طبعا هنا عندي سويتشين موصل بالدي 1، اذا ضغط هذا السويتش راح يخلي المحرك يتحرك عندي. اما اذا ضغطت السويتش الثاني اللي هو في الدي 2 راح يسوي ستوب للمحرك. فنجي نضغط اول سويتش، لاحظ ان عندي يدور باستمرار. اضغط ستوب، لاحظ ان اول ما احط واحد هنا عندي لوجيك 1
البيس، فبيمر التيار. الحين اول ما احط اضغط هذا السويتش راح ارسل 0 للدي لقطبة دي 0، ف راح يكون عندي اللوجيك 0. طبعا اللوجيك 0 راح يطفي ال NPN، فراح نلاحظ ان هذا يتغير الى الازرق، فكده طفى عندي المحرك. فهذه عندي دائرة بسيطة، ولو نجي نشوف الكود عندي أول شيء أقطاب السويتشات، هذا تعريف أقطاب السويتشات. عندي أول شيء الدي زيرو، قلنا الدي زيرو هو اللي موصل فيه السويتش اللي راح يخلي المحرك يعني راح أخليه كأوتبوت، لاني راح اطلع من خلاله اللوجيك 1 اللي راح اتحكم فيه بترانزستور، يعني راح اخلي المحرك يتحرك، او اذا ارسلت اللوجيك 0 راح يطفي لي الترانزستور زي ما شفنا هنا. هنا عندي الدي 0 راح يكون كاوتبوت، راح اطلع منه اما اللوجيك 1 او الزيرو. قلنا ال 1 راح يخلي راح يفعل لي ترانزستور، واللوجيك 0 راح يطفيه. فأنا حطيت اسم مثلت يعني القطب دي زيرو بهذه الكلمة موتور. اوكي، وهنا عندي هذا القطب اللي راح يخلي المحرك يدور، اذا ضغطت يعني راح يطلع اللوجيك 1 من الدي زيرو، فهذا سميته بوتون اون، اختصار طبعا بي تي ان اون، اللي هو في الدي 1 السويتش، قلنا اللي اذا ضغطناه راح يخلي المحرك يدور، هذا في الدي 1. وين عندي السويتش الثاني اللي قلنا راح يوقف المحرك، اللي هو سميته بي تي ان اوف، اللي هو على القطب دي 2. بعدين ننزل المين فانكشن، هنا عندي الدالة الرئيسية اللي هي المين فانكشن. أول شيء داخل المين فانكشن بيكون عندي دالة راح استدعيها اللي هي config، هذا راح يكون فيها الكونفجريشن تعريف. أول شيء راح أخلي أقطاب الأنالوج كديجيتال، لأننا ما راح نستخدم أنالوج، ف من خلال هذا الأمر راح أخلي كيل للأنالوج كديجيتال. وهنا عندي الموتور دايركشن، قلنا هذا الاسم اللي هو الموتور، يعني اقصد فيه ان القطب دي زيرو، يعني كل ما نشوف هذه الكلمه موتور عباره عن دي زيرو اللي قلنا بنرسل من خلاله اما اللوجيك 1 او زيرو، فانا حطيت الموتور دايركشن. عندي هنا الموتور دايركشن اذا خليته بزيرو راح يخليك خرج، يعني القطب دي زيرو كاني قاعد اقول خلي القطب دي زيرو خرج، وهذا الاسم حقه راح امثله بهذا الاسم، فانا خليت القطب دي زيرو خرج، اللي هو الموتور دايركشن يساوي زيرو. وهنا عندي قيمة مبدئية اللي هي الانيشال فاليو، حطيت زيرو. بعدين هنا عندي السويتشات كدخل، عرفت السويتشات كدخل. هنا عندي البي تي ان اون دايركشن يساوي واحد، لا ننسى نكتب هنا هذا الامر اللي هو الدايركشن، يعني هل بخليه بدخل او خرج، فانا خليت هنا واحد يعني انه بيكون دخل. وهنا عندي البي تي ان اوف دايركشن يساوي واحد، ايضا دخل. هذول السويتشين قلنا سويتش واحد اللي هو البي تي ان اون راح يفعل الترانزستور، يعني المحرك راح يتحرك عندي، والبي تي ان اوف راح يطفيه. كده خلصنا من الكونفجريشن، نرجع للمين فانكشن. عندي هنا الانفينيت لوب، عندي هنا اول ما يدخل اللوب راح يسوي هذه الاوامر، بعدين بيلاقي هذا الامر اللي هو جو تو لوب، راح يقفز يرجع تاني مره اللوب. هذه عندي حلقة غير منتهية. داخل الانفينيت لوب عندي اثنين اف ستيتمنت، يعني نفهم انه ما راح يدخل الاف الا اذا تحقق الشرط حق الاف ستيتمنت. عندي اول اف
البي تي ان اون اف بي تي ان اون يساوي 0. يعني نفهم ان اذا تم الضغط على السويتش الاول وش راح يسوي؟ راح يرسل اللوجيك 1 من خلال الدي 0، وعندي ديلي 300 ملي سكند. هذا طبعا للديبونس ايشو، اوكي، لاني موصل سويتش. اما في الحاله الثانيه اذا تم الضغط على البي تي ان اوف اللي هو في الدي 1، وش راح يسوي؟ راح يرسل لوجيك 0 من خلال القطب دي 0، وهنا عندي ايضا ديلي لمده 300 ملي سكند. يعني نفهم ان الاف ستيتمنت الاولى تخص السويتش الاول اللي هو دي 1 اللي راح يخلي المحرك يدور، وهنا عندي الدي 1 السويتش، عفوا الدي 2 اللي هو السويتش الثاني في الدي 2 راح يوقفه. هذا عندي الكود. هنجي نشوف التطبيق مرة ثانية. نجي نشوف الحين التطبيق الثاني اللي بعده. عندي في التطبيق الثاني راح نستخدم الـ H Bridge اللي تكلمنا عنه هنا، اللي هي قنطرة H، القنطرة اللي على شكل H هذه. طبعا شرحنا مبدأ العمل ومسار التيار كيف راح يكون، فنحن بنسوي الابليكيشن عشان نشوف هذا الكلام كله. شوف أول شيء الدائرة، عندي هنا نفس المايكرو كنترولر اللي هو البيك 18F 4525. هذا عندي المايكرو كنترولر، وهنا عندي الكريستال اوسيليتر اللي 8 ميجا هرتز، وتحت عندي الريسيت بوتن هنا. وهنا عندي الاتش بريدج. وهذه عندي سويتشات، طبعا قلنا الاتش بريدج راح تسمح لي اني اخلي المحرك بيدور في اتجاهين، مو المثال اللي قبل، المثال اللي قبله باتجاه واحد فقط. هنا عندي زي ما شرحنا الاتش بريدج راح تسمح لي اني اخلي المحرك يدور باتجاهين، فهنا طبيعي راح يكون عندي سويتشين للاتجاه اليمين واليسار، وسويتش راح اسوي فيه ستوب. حلو، هنا عندي اضغط هذا السويتش راح اخليه يدور اليمين، وهذا السويتش خلي يدور اليسار، وهنا عندي الستوب راح اوقف المحرك. لو نجي نشغل اول ما اضغط يمين راح يدور عندي المحرك لاتجاه اليمين، واذا اضغط يسار راح يدور عندي اليسار. أول ما أضغط ستوب راح أوقف المحرك. لو نجي نلاحظ هنا، أول ما أضغط زر اليمين، لو تلاحظون عندي هنا الـ PNP ترانزستور في زيرو، يعني زيرو راح في الـ PNP ترانزستور راح يخلي التيار يمر، فعندي بيجي كذا يمر التيار. لو نجي نكبر هنا، كذا عندي راح يمر التيار بهذا الاتجاه زي كذا عبر المحرك. وهنا عندي لو تلاحظون عندي هنا اللوجيك 1 في الـ NPN ترانزستور، لوجيك 1 راح يفعل الترانزستور فراح يمر الى الارضي. كذا عندي المحرك شغال، ونلاحظ ان هنا اللوجيك 1 على الـ PNP راح يطفيه، واللوجيك 0 على الـ NPN راح يطفيه، فهذه اللخبطة اللي في الدار عندي. فهنا الـ PNP بالزيرو، وهنا عندي الـ PNP بالواحد عشان ألغيه، وهنا عندي الـ NPN بواحد عشان أفعله، وهنا عندي الـ NPN بزيرو عشان ألغيه. فعشان كذا نحن شفنا الدائرة الثانية اللي شرحناه راح نستخدمها أيضا، يكون التحكم أسهل كثير بكثير.
هذا بالنسبة لاتجاه اليمين. شوف اتجاه اليسار، لو حطيت اتجاه اليسار لو نلاحظ هنا عندي في هذه الحالة عندي واحد في اللوجيك 1 في البي ام بي، يعني ما راح يشغل البي ام بي ترانزستور. حلو، فيعني مستحيل نتخيل ان التيار يجي كذا ويمر كذا ثاني مرة، لا خلاص لان عليه اللوجيك 1. فاذا جاء نفترض انه جاء كذا، هنا عندي اللوجيك 0، هنا اللون ازرق اللوجيك 0، يعني انه راح البي ام بي راح يكون مفعل، يعني راح يمر التيار عندي بهذا الاتجاه. نشوف هل يقدر يجي كذا تحت؟ لا. ليه؟ لان هنا عندي ان بي ان وهنا عندي اللوجيك 0، لوجيك 0 للان بي ان ما راح يشغله، فما لا الا يمشي كذا التيار عبر المحرك. حلو، بعدين طبعا ما راح يجي زي كذا لان ما في مسار زي كذا، بيكون هذا اصلا طافي، فبيجي بهذا الاتجاه. نشوف هنا عندي ان بي ان ترانزستور لوجيك 1، لوجيك 1 ايش راح يسوي في الان بي ان ترانزستور؟ راح يخلي التيار يمر من الكوليكتر الى الاميتر الى الارض، فمر عندي بالاتجاه اليسار. واذا سويت ستوب ايش راح يسوي؟ خلنا نشوف نضغط ستوب. اول ما اضغط ستوب يجي نشوف اللوجيك على الترانزستورز. بالنسبه للبي ام بي اعطاه اللوجيك 1، لان قلنا اللوجيك 1 راح يوقف، يعني ما راح يخلي التيار يمر عبر الترانزستور، فكذا بيعطيه، يعني كذا بنعرف نفهم ان كل بي ام بي نعطيه واحد وكل ان بي ان نعطيه زيرو. اوكي، فهنا بي ام بي اعطاه واحد وهنا واحد مستحيل يمر التيار، وهنا زيرو زيرو لل ان بي ان، كذا ما راح يشتغل عندي المحرك. طبعا عندي هذه الاقطاب موصله، عندي الاي اللي هو قلنا الاي والبي اللي هي البي ام بي، هذا الاي وهذا البي، والان بي ان سي ودي. فالتوصيل كالتالي، بيكون هنا عندي ال A، هنا عندي ال A موصلة بال D 0، ال A موصلة بال D 0، وال B موصلة بال D 1، وال C بال D 2، وهنا عندي ال D موصلة بال D 3. طبعا هذه الأربع أقطاب موصلة بالترانزستورات كخرج، حلو، لأني راح أطلع اللوجيك إما 0 أو 1 على الترانزستورز. وهنا عندي هذه ثلاث سويتشات، اليمين واليسار والستوب، راح يكون عندي اليمين في الدي 4 واليسار في الدي 5، راح يكون في الدي 5 اليسار في الدي 5 والستوب في الدي 6. فهذه راح تكون كدخل، لاني راح اضغط على السويتش راح يقرا حاله السويتش المايكرو كنترولر وراح يطلع اللوجيك اما 0 او 1 على الترانزستورز، فطبيعي راح ثلاث سويتشات راح تكون كدخل. هنيجي نشوف الكود كيف يصير هذا الكلام كله في الكود. عندي أول شيء زي ما تكلمنا عن الأقطاب، هذه الأقطاب عندي. أول شيء عندي الـ A، سميت ال دي 0 اي عشان يكون سهل في الكود عندي للتحكم. فكده خلاص اول ما نشوف الاي اللي هي داش اي راح تكون دي 0، حلو، والبي دي 1 والسي دي 2 والدي دي 3. وهنا عندي الرايت اللي راح اخليه يمشي يدور باتجاه اليمين في الدي 4، وعندي اللفت في الدي 5، حلو، بعدين عندي الستوب في الدي 6. نيجي ننزل المين فانكشن. عندي هنا في المين فانكشن هذه الدالة الرئيسية، عندي اول شيء كونفجريشن، نشوف الدالة. عندي اول شيء راح اخلي اقطاب الانالوج كديجيتال، حلو، بعدين السويتشات اللي راح اتحكم من خلالها بالترانزستورات راح تكون كخارج، A direction يساوي 0، B direction يساوي 0، وال C وال D، حلو، ليه؟ لأن راح أتحكم راح أطلع اللوجيك إما 1 أو 0 على الترانزستورز. وهنا عندي من خلال هذا التعليم وش راح أسوي؟ راح أخلي كل
الترانزستورات اول شيء راح احط فيها قيم مبدئيه، ولكن هنا لو تلاحظون لو سويت هذه الطريقه، طبعا هذه الطريقه وش راح تسوي؟ اي يساوي البي، والبي يساوي السي، والسي يساوي الدي، والدي يساوي زيرو، يعني كاني قاعد اقول كل هذه راح تساوي الزيرو. طبعا يعني في هذه الحاله راح يكون خطا. ليه؟ لان انا هنا في هذا الامر سويت خطا. ليه؟ لان لا ننسى لما تحط قيمه مبدئيه للبي ام بي وتعطيه بزيرو، وش راح يسوي؟ راح يوصل التيار، كل البي ام بي راح توصل التيارات. اوكي، فهذا خطا عندي لازم اعدله، لان نحن وش الهدف من الانيشال فاليو اللي هي القيمه المبدئيه؟ اني راح يعني اوقف العنصر في البدايه، ما اخليه يشتغل، ولكن بالعكس لما ابي اوقف البي ام بي راح اوقفه بالواحد. فانا هنا لازم اعدل هذا الكود. فقلنا البي ام بي راح يكون عندي الاي والبي، اي بي عباره عن بي ام بي، وراح ارسل لهم اللوجيك 1، اي والبي يساوي هنا عندي يساوي الواحد. فانا عندي هذا الامر الوحده. ليه؟ لان سويت سيمي كولون نهايه الستيتمنت، فعندي هنا الاي يساوي البي والبي يساوي واحد، يعني كاني قاعد اقول ارسل الى الاي والبي لوجيك 1. حلو، فكذا راح يطفي البي ام بي ترانزستورز. وهنا عندي الستيتمنت الثاني، السي يساوي الدي يساوي زيرو، يعني كاني قاعد اقول ارسل الى السي والدي القيمه زيرو، هذه كلها انيشال فاليوز، فكده راح يطفي الـ NPN والـ PNP، لأن الـ CD عندي الـ NPN. نجي نكبر نشوف السيركت، عندي هنا الـ C والـ D عبارة عن NPN. بعدين عندي الـ Right Direction يساوي، طبعا هنا نعدل لازم الـ Left Direction السويتش الثاني، لأنه ما عندنا Right Switch و Right Switch ثاني، لا عندنا واحد لليمين والسويتش الثاني بكل اليسار. فنجي نعدل هنا، ناخذ نفس الاسم الموجود هنا، هنا عندي left direction. حلو، وبعدين عندي right direction كتبته هنا، وعندي stop direction كتبته هنا. حلو، هذه كلها بتكون سويتشات كدخل، يعني اقدر اختصر اقول ان السويتش اليمين يساوي السويتش اليسار يساوي السويتش اليمين، كلها تساوي واحد، يعني كاني قاعد اقول كل السويتشات كدخل. بعدين نرجع كده خلصنا من الكونفجريشنز، نيجي عند الانفينيت لوب. اول شيء عندي الاف ستيتمنت، اذا تم الضغط على السويتش ستوب وش راح يسوي؟ راح يرسل للترانزستور اي اللي هو البي ام بي واحد، لانه واحد بيلغيه في البدايه، لان هذا الستوب راح يطفي جميع الترانزستورات، ولكن كيف راح اطفي البي ام بي؟ بالواحد. وعندي البي ام بي الثاني ايضا راح ارسل له واحد. حلو، بعدين عندي الام بي ان ترانزستور راح ارسل زيرو، زيرو للام بي ان الاول وزيرو للام بي ام بي ان الثاني. وهنا عندي ديلي لمده 300 ملي سكند، هذا بالنسبه للستوب. والرايت اذا تم الضغط على السويتش اللي هو الرايت سويتش اللي راح يخلي الدي سي موتور يتحرك لليمين، اللي هو هنا عندي، اذا تم الضغط عليه ايش راح يسوي؟ يعني اف رايت يساوي زيرو، يتم الضغط عليه راح يرسل واحد للبي، وراح يرسل سي، يعني راح يرسل زيرو للسي. فهنا يعني كأني يعني ألغيت، يعني طفيت الترانزستور بي والسي. ليه؟ ليش أول شيء طفيت الترانزستور وما شغلته؟ لأن أنا قلنا عشان نتحكم بالاتجاه اليمين لابد ان اشغل الاي ودي، هذا شيء معروف، راح اشغل الاي ودي. فانا هنا شغلت الاي ودي، حلو، ولكن ليش في البدايه طفيت الترانزستورين؟ عشان يعني عشان تجنبا للتوصيل خاطئ. فنحن قلنا اول شيء نضمن نطفي الترانزستورات اللي ما راح نستخدمها، وراح نشغل الترانزستورات اللي بنستخدمها. لو نرجع هنا، نرجع لمسار التيار عشان نشوف هنا قلنا اذا نبي يروح كلوك وايز اللي اتجاه عقارب الساعة، يعني نقدر نقول اليمين. ف
فراح يمر التيار عبر الايه، من الايه هنا عندي بيجي كذا ويروح للدي، يعني لازم افعل الاي مع الدي. حلو، هذا عشان اخلي المحرك يتحرك، ولكن في البداية يعني هذا ايش يعني؟ اذا كان الاي والدي راح يشتغلون، طيب في البداية لازم اضمن اطفي البي والسي، بعدين اشغل هذولي. فلو نرجع للكود، وش سويت هنا؟ قلنا الاي والدي هم اللي راح يمر من خلالهم التيار. فعندي اول شيء سويت، ارسلت واحد للبي ام بي ترانزستور الاول، ارسلت له واحد فكده راح يطفيه، وارسلت للان بي ان ترانزستور اللي هو السي 0 كده طفيت البي ام بي والان بي ان. فلو نيجي هنا كده انا طفيت هذول الترانزستورات اللي هي بي والسي، وراح اشغل هذول. بالنسبه للاي اعطيته 0، الان بي ام بي ترانزستور الاول، هنا عندي الان بي ان ارسلت له واحد. فهذا هذا الشيء اللي كنت اتكلم عنه. فبيكون الامر عندي شويه يعني نوعا ما بيكون معقد، يعني لو الواحد يعني ما يفهم طريقه عمل الترانزستورات راح يتلخبط في هذا الكود. طبعا راح نسوي اشياء عشان نسهل ان شاء الله، ولكن هنا لابد ان نشرح الكلام اللي تكلمنا عنه في النظر. فكده عندي راح يروح للرايت دايركشن. حلو، بعدين لا ننسى بعد يعني اذا نفذت الاوامر اللي في السويتش اسوي ديلي لمده 300 ملي سكند زي ما تكلمنا في موضوع السويتشات والانبوت، لان راح يكون عندي ديبونس وهذا الكلام، فلا بد اني احط ديلي لمده 300 ملي سكند. طيب عندي الاف ستيتمنت الثانيه اللي هي للليفت دايركشن، يتم الضغط على السويتش اللي هو الليفت دايركشن، ايش راح يسوي؟ في هذه الحاله العكس راح نسوي. لو نجي هنا قبل ما نشوف هذا الكلام، نجي للدائره هنا عندي في عكس عقارب الساعة اللي هي الكاونتر كلوك وايز، يعني ان التيار بيمر عندي بهذا الاتجاه. حلو، راح يمر عبر البي، فكذا لازم نفهم راح نشغل البي، لازم نشغل البي اللي هو البي ام بي ترانزستور اللي باتجاه اليمين هنا. بعدين راح يمر التيار بهذا الطريق، راح يدخل عبر ملفات المحرك، يجي عندي للسي، طبعا السي لازم يكون شغال، يروح للجراوند. فكذا نفهم ان البي والسي هم اللي راح يمر من خلالهم التيار عشان يشغل المحرك. فكذا اول شيء وش نسوي؟ نطفي الاي والدي، بعدين نشغل البي والسي. فكذا ايش سويت انا؟ طفيت الاي والدي، هنا عكس عكس اللي فوق، هنا شغلنا الاي والدي، لا هنا نطفي اول شيء الاي والدي بعدين نفعل البي والسي. هنا عندي بعدين هنا امر الديلي اللي هو تاخير لمده 300 ملي سكند. فزي ما شفنا هنا نجي نشوف الدائرة، فأول ما أضغط على الرايت دايركشن راح يلف يمين، أضغط يسار راح يلف اليسار، من عندي زي ما قلنا الستوب.